فالأحداث حقيقة تستر من وجه نظرنا احنا كإعلاميين مستقلين كانت موجهة ضد العالم الإسلامي بشكل كامل، وبحيث أي مسلم الآن في العالم يتهم بالإرهاب، بحيث أمريكا استطاعت أن تمرر أجندتها في كل عالم إسلامي بحجة ضرب مركز التجارة الدولي. أثر بكثير يعني حقيقة من خلال الغزو الأمريكي لبلدنا وما رافقها من دمار للبنية التحتية ودمار الشعب العراقي بالكامل من قبل القوات المحتلة الأمريكية.